الجيش الإسرائيلي أكد بأن بعد ثبوت اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وأيضا علي كراكي الذي كان معه في الاجتماع، لا نزال ننتظر القائمة الكاملة للذين كانوا موجودين في هذا الاجتماع، وهل كان من بينهم أيضا قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني. لكن الجيش الإسرائيلي أكد بأن عملياته مستمرة وستستمر حتى القضاء على الإمكانيات العسكرية، وخاصة المقصود هنا هي الإمكانيات الصاروخية والقدرة على إطلاقها من الجانب اللبناني. ولكن لاحظنا في الساعات القليلة الماضية أن إسرائيل عادت لاستخدام المسيرات من أجل استهداف أشخاص معينين، وعادة إسرائيل تستخدم المسيرات لضرب السيارات أو الشاحنات أو الحافلات المركبات المتحركة في وسط المدينة، نظرا لقدراتها التفجيرية المحدودة لا تتسبب بدمار كبير، وأيضا هي هدف ممتاز وغير مكلف لضرب الأهداف المتحركة. من الجانب اللبناني لم نشاهد هجمات كبيرة، خاصة منذ الإعلان الرسمي أو منذ نعي الحزب لأمينه العام، شاهدنا فقط إطلاق بعض المسيرات أو الصواريخ بدرجة أولى على كتسيرين وأيضا على صفد. صفد على فكرة هي منطقة تتعرض للاستهداف بشكل كبير جدا منذ يومين من الآن، أيضا كان هناك هجمات على معلوت. أيضا هذه هي الثلاث المستوطنات أو البلدات الإسرائيلية التي تعرضت لأكبر قدر من الهجمات خلال الساعات الماضية. نحن هنا أيضا نتحدث عن مجال لا يتجاوز 20 كيلومتر إلى 23 كيلومتر من الحدود اللبنانية، إضافة إلى مناطق في الجليل الأعلى أيضا تتعرض لهجمات. ولكن في نهاية المطاف لا تزال قوات حزب الله أو عناصر حزب الله لا تزال تستخدم صواريخ كاتيوشا، رجمات أو دفعات من الصواريخ التي تتجاوز يعني 10 إلى 50 صاروخ دفعة واحدة في اتجاه واحد، وهي صواريخ بمدى صغير جدا، إضافة إلى استخدام صواريخ فادي واحد بشكل مكثف وهي منصوبة على شاحنات مدنية ويمكن إطلاقها وتحريكها بطريقة سريعة. لكن في نهاية المطاف لم توثق إلى حد الآن إصابات مباشرة في هذه المناطق، وأيضا يبدو أن هناك فيه هدوء منذ دقائق أو منذ لحظة الإعلان عن مقتل حسن نصر الله في هذه الجبهة. يبدو أن المصادر التي تحدثت عن انقطاع الاتصال بين القيادة والوحدات في حزب الله يبدو أنها تنعكس الآن على قدراته على إطلاق الصواريخ. لا ندري هل هذا يعود إلى غياب القيادة أو غياب الأوامر أو غياب مبدأ إطلاق النار، أو هذا فقط يعود إلى تدمير القدرات الصاروخية خاصة في الحدود مع إسرائيل.